السلام عليكم خوص، مرحبا بكم معنا نسوق حد أولاد فرش. اليوم 17/8/2022 نبداو مع العجل تبارك الله ما شاء الله. شحال عادين؟ عادين انا يا خو مقصر 570 28500 ديال الدرهم. تبارك الله ما شاء الله. تحياتي لكم كبيرة من سوق حدو للفرج كفالة. الله يسخر مولاه الله يجعل التيسير. سلام الحارة كاع المتتبعين داخل الوطن وخارج الوطن. راه مليح خوت 570000 شي حاجة كاليتي. حما إخوان القيوم غالي هنايا، راح بالبيع الشرا شوية تقيل. هذا الشيء اللي كاين، هذه المعلومات اللي متوفرة عندي. سير الله يسخر تبارك الله عليكم الخوت، بقاو معنا إن شاء الله. مرحبا. دوي مع التونسي، دوي مع التونسي. دون عوتها. لا بحالي كنت بحالي. أقول لي اش عاطيني واش طالب فيه صافي. 530000. 530000 راس مالو. راس مالو. عاطينا بها 10000. 26. وين راه مليح مليح. 26500 درهم. مازال ما عاطينكمش الرباح. ها؟ مازال ما كاين لا رباح لا والو. باقي الساعة وين غنبيعوا إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله تفكوا بخير وعلى خير. إن شاء الله. بشحال تقريبا نلقاو هنا في الرحبة اللحم؟ تقريبا فايت 1320 فايت فايت 16 فايت تقريبا 66 اكثر من 66 درهم قال لي حتى هو بلجيكا اخوان مليح ما شاء الله. اللي الصديق ديالنا خالد الله يسهل عليه. شحال عاود 150 الله يسخر الجيم. ندور من هنا باش نشدو ليكم كامل. انا خوت كان باش عجبنا بالمليح ديال بصح العجل بزاف. اللهم يسر وبارك. تبارك الله ما شاء الله. مازالين اخوان في العجل الجزائري اليوم هنا في دكاله في ولاد فرج. الثمن ديال الخير 887 هذا خلاصو. هذا بلجيكا مليح. الله يسخر. هذا هو 387 كبير بخير عمراني. هذا كان ما بانش مزيان. هذا مزيان. هذا مكادري مزيان. هو مولاي قاعد يصور جاتك الدر ولا ما نشدو عليه هذا. شكون زوق على الشيء هنايا شد العرض ديالك. مرحبا سي كيداك خالد. واش لك مزيان درك وخالد سيدي الله يسخر مولاي الله يجيبك وخالد مزيان. الله يسهل على مولاي الله يجيبك تيسير اخوت. شحال هذا؟ 150 قلت. شحال؟ لا أكثر. 150 أكثر. الصومة اليوم ناقصة. ياه؟ ناقصة الصومة اليوم.
هو الله يسخر الله يسخر ما عرفتش الاخوان راه 530 ماشي 305 يعني 26500 درهم راه مليح مرجيكي مليح مرحبا مرحبا ندخلو في فيسبوك الله يسهل عليك الله يسهل ها الكره ما عارش وقيله تسامح لا عارف هو شاد تمشي فوان تمشي ليه الله يسخر الله يسهل على الجميع تبارك الله ما شاء الله اخوان بلجيكي كاين اليوم موجود تبارك الله عندك اخويا الثمن ديالها 25000 درهم الضوء بدا سيبان اخوص سلام الحار لكاع الكسابة يا عوش الراين اي واحد كيتفرج فينا مرحبا به داخل ارض الوطن خارج ارض الوطن مرحبا بالجميع مرحبا بكم هنا في دكالة وتبارك الله عليكم نهاركم مبروك 25000 درهم شوفوا السن ديالو واش غير 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 صغير في سنو سنو سير الله يسخر اخويا عاود نسولك اخر سؤال الله يحفظك شحال تقريبا مقيوم الحمية تقريبا 13 و 20 الله يسخر والله يسهل على الدري ربيع ربيع بالرباح ان شاء الله تبارك الله ما شاء الله صورني تبارك الله ما شاء الله تشاروني ثمن اخويا مليون وستين 13000 درهم يقدر يكون كثر 300 هادشي اللي قلت 300 15000 درهم الخوص كما قلت لكم يقدر يكون ساوي كثر فعلا ساوي كثر 15000 درهم الله يسخر بدي شويه الشاري شويه قليل ياك اخويا كاين الشاري كاين شويه هو شارو لي 15000 درهم الله يسهل على مولانا الله يجيب لك التسهيل هادشي اللي كاين معقول زين الله يسهل على الدراري في ربي يبيعوا برباح ان شاء الله واي تمن واي تمن تبارك الله شحال عطاو 320 16000 درهم صور يا مجان صور مول عجبتها ياك صور مول سخان كيف داير السوق اليوم في الجزائر صور مول عجب السوق زين السوق داخل السلعة شويه كاين السلعة فعلا كاين السلعة وكاين الثمن حتى الثمن كاين نشدو معنا مول العجل ماشي مشكل نبينو مول العجل هو هذا هذاك ما الله يسهل عليك يلا اخوان نختموا ان شاء الله مع هذا العجل هذا الله يسهل على الجميع تبارك الله عليكم اخوت نهاركم مبروك من السوق حتى لو تفرج اللي شاف فيديو عجبو يخلي لنا تماك واحد لايك اللي شاف الفيديو وعجبو يبارطاجيه مع الاصدقاء ديالو السلام الحار المتتبعين كاملين الله يحفظكم اخوت ونهاركم مبروك ان شاء الله الى فيديو قادم ان شاء الله كما كتشوفوا كنديروا اختتام ان شاء الله عجل زين ما كاين باس لا لا هو هذا
الله.